وعليكم السلام. يسأل سائل كريم عن الصبغة لإزالة الشيب، يجوز من غير السواد، غيروا هذا وجنبوه السواد. وعند أبي داود يكون أقوام الأمة يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يروحون ريحة الجنة. يجوز تغيير الشيب بغير الأسود، ويجوز بالحناء والكتم، يعني بلاك براون، بني غامق، المهم لا يكون أسود بحتا ولا أسود محضا، يحرم للرجال والنساء، والله أعلم.